بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هناك سائل يقول: متى يجب قصر الصلاة؟ وهل القصر مرهون في السفر فقط؟ وما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة؟ وهل يجوز الجمع بين الصفين؟ ومتى يتم ذلك؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. قصر الصلاة مرهون، يعني مربوط بالسفر حصرا، فإذا خرج الإنسان من دار إقامته، من قريته التي يعيش بها، من مدينته التي يعيش بها، وغادر بنيان القرية، بنيان المدينة، فله أن يقصر وأن يجمع قبلا واحدا حتى يرجع إلى هذه المدينة التي هي موطنه الأصلي، بغض النظر عن مدة السفر أو عن مسافته أو عن الأيام التي يعيشها خارج هذا الموطن الذي يعيش فيه. فإذا غادر يبقى على رخصة من قصر الصلاة وجمعها حتى يرجع إلى موطنه الأصلي. طالت ما طالت المدة أم قصرت، أم بعدت المدة أم قصرت، وهكذا إلى أن يرجع إلى موطنه الأصلي الذي خرج منه. وبالتالي فقصر الصلاة قال الله تعالى فيها: وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم، المراد بالضرب الأصلي هو السفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلى آخر الآية. وأما بالنسبة للجمع، فالجمع يجوز في السفر إذا كانت هناك حاجة، كما يجوز في الحضر إذا كانت هناك حاجة. يعني حتى الآن ولو أنت جالس في بيتك ولكن حكمتك ظروف صعبة أو ظروف يعني لا تستطيع أن تصلي كل وقت في وقته، تقوم بدون قصر، يجوز لك أن تجمع ما دمت بحاجة. يعني مثلا إنسان ميت قليل فيصلي الظهر والجمع والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير بدون قصر طبعا في وضوء واحد، وكذلك العشاء المغرب بعد العشاء، أو كان إنسان مريضا فيجمع بين الظهر والعصر من غير قصر، يجمع بين الظهر والعصر في وضوء واحد كما يجمع بين المغرب والعشاء في وضوء واحد، وهكذا إذا كانت هناك حاجة ولو حاجات أخرى. فالمهم ما دامت هناك حاجة فيجوز الجمع في الحضر للحاجة لمن لم يتخذ عادة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.